السلام عليكم. إن شاء الله راح نحل بروبليمنا chapter 3، نختتم chapter 3. بيقول لي if the frame in example 3.2 is subjected to the sinusoidal ground motion you ask، يعني في عندي اقتران harmonic loading، وزي ما حكينا احنا اشتقينا كل شيء بناء على اساس انه harmonic loading is support، نزي زي الزلازل. فقال لي انه يو اس يعني اليو للسبورت 0.2 ساين 5.3 تي. بيقول لي اوجد الترانسميسيبيليتي تو ذا موشن اوف ذا جيردر، بده التي ار، تي ار اللي حكينا عنها قبل، وبده الماكسيموم شير فورس ان ذا كولوم، وبده الماكسيموم ستريس ان ذا كولوم. تمام، طيب ما هو 3.2 احنا حلينا الستريس بالكولوم والشير بالكولوم، بس هون احنا مثل ما احنا هناك كان في عندي دلتا، ودلتا اللي اخذناها كانت دلتا للدايناميك، بس هون هسه في عندي دلتا، في عندي السبورت بيعمل حركه والفانكشن نفسه بيعمل حركه الماس، فبالتالي لما بدي اخذ دلتا ما راح اعوض القانون اللي درسناه اللي هو الدايناميك في واي ستاتيك، لا هذا خطا، لانه احنا عندنا الحركه صار فيه ريليتيف موشن، فبالتالي راح اطبق اي قانون؟ راح اطبق هذا القانون، فلازم تميز على اي قانون تستعمل، كونه في حركه سبورت تستعمل هذا القانون الريليتيف امبليتيود للديسبليسمنت. تمام، خلينا نرجع بس ل 3.2 نشوف شو معطياته. ما 3.2، هاي 3.2 هو كان هذا الفريم، قال لي انه في عليه 200 ساي 5.3 تي، اسيوم 5% كريتيكال دامبنج. فالمعطيات اللي بتهمني هي الاف نوت والاوميجا بار عشان احل، الزيتا بتهمني، وبهمني كمان مين الماس والدبليو والطول والى اخره. فالمعطيات اللي ناخذها الكي والاوميجا والار، هذول الاشياء بدنا ناخذها، بس ما راح نطبق. شايفين احنا طبقنا هذا القانون المره الماضيه، هسه لا نطبق القانون الثاني. مين القانون الثاني اللي هو بدنا نحكي عنه؟ هو نفس الشيء 3 اي اي على ال تكعيب في يو، يو باخذ اليو ريليتيف، فهي هي الفي ماكس بتكون. تمام، نرجع هسه للاكزامبل تبعنا، اكزامبل 3.6. المعطيات اللي بتهمني زي ما قلت لكم كي وزيتا ويو نوت. يو نوت اللي هو قلنا الامبليتيود للسبورت موشن، واللي هو مين 0.2، واليو ستاتيك اللي هي اف نوت اكي بتهمني طبعا، والاوميجا بتهمني، والاوميجا بار بتهمني، والار بتهمني. فبالتالي اول فرع بده الترانسميسيبيليتي، الترانسميسيبيليتي هاي قانونها اللي هي وين راحت هايها تي ار بتساوي جذر واحد زائد اثنين ار اكس اي او زيتا على، خلينا بس نكتب القانون، واحد ناقص ار تربيع زائد اثنين في ار في زيتا تربيع. تمام، فهذا القانون تبعي، هاي الاشياء اللي بتمنيها مين ار 0.75 مضروب في مين في زيتا اللي هي 5% مقسوم على واحد ناقص ار تربيع اثنين ار زيتا، بس هاي هي بتطلع معي 2.1، 2.1 انه هو راح ينتقل 2.1. طبعا منطقي ليش الشيء، ليش نقول الار كل ما اقتربت للواحد الترانسميسيبيليتي عالية، فبالتالي فعلا الار عندنا 0.715، فبالتالي فعلا الشيء مختلف. طبعا لاحظوا انه الاوميجا بار اللي اخذناها اللي 5.3، خلينا نشوف السبورت هناك كم الاوميجا بار، برضه نفس الاوميجا، يعني الاثنين بترددوا في نفس الاوميجا، الاثنين بترددوا في نفس الاوميجا. تمام، هاي طيب، فكانت الترانسميسيبيليتي هاي بده الماكسيمم ريليتيف امبليتيود اللي هو اليو ار، فشو اخذنا اليو نوت اللي هي 0.2 والار هي نفسها، فبالتالي طلع معي هذا هاي النسبه. فالفكره انه هذاك القانون كان اف نوت او كان اليو ستاتيك او كان اللي هو بس اللي كان هو عباره عن اليو ستاتيك مضروب في الدايناميك موديفيكيشن فاكتور، بس هون لا قلنا بناخذ مين، بناخذ اللي هو اليو نوت اللي هو الامبليتيود للسبورت موشن، هاي هي الفكره، هاي هذا القانون طبقنا طلع مع هاي القيمه. في التالي في ماكس، الفي ماكس لكل كولوم هي كي على 2 في ريليتيف، او زي ما حكينا 3 اي اي في يو ريليتيف على ال التكعيب كانت.
يبقى اخذ لك كلهم واحد. هون ليش قسمها اثنين؟ لانه القانون كان في ضرب اثنين، بس هي الفكره. لكان لتو كلهم هذا، لانه الكي اللي اخذها لتو كلهم، ما هي لحالها هي كي. فكي في يو هي بتعطيني الشير، الكي في يو هي بتعطيني الشير. فلو كان عندي كولوم، طبعا ليش ما اضربش في اثنين؟ لانه الكي مضروبه اصلا باثنين. ما تاخذوش بهاي التفاصيل، تعلموا على قانون العدم اللي علمتكم عليه اول شيء وخلص. تمام، طيب قسم على اثنين، بس انه بده لكل كولوم، والفرع الاخير بده الماكسيموم ستريس، واللي هو المومنت شو بيساوي؟ الشير في ال، او زي ما قلت لكم 3 اي اي على ال تربيع في يو، بس بعطيني المومنت. فام على اس بيطلع معي 2327. تمام، بس هاي الاكزامبل، هاي الاكزامبل و3.7 و3.8 كانه هم اسئله عادي طبيعيه، بس جايه بالعكس. كيف يعني جايه بالعكس؟ معطيني الوزن، معطيني فريكونسي، يعني معطيني اوميجا بار بالمختصر، ومعطيني انه الترانسميسيفيتي، ترانسميسيفيتي بوينت واحد. بقول لي اذا ما في عندي دامبنج هل اوجد ايش؟ الستيفنس. بده كي، اذا بده الستيفنس اني احسب كي. فشو الفكره؟ هم معطيني الترانسميسيفيتي، فبجيب الار، بجيب الار من هم. هو لما ما يكونش في عندي زيتا، لما يكونش في عندي زيتا، هذا القانون ايش بنشطب؟ بصفي عندي مين؟ واحد على واحد ناقص ار تربيع. هذا ريليتيف، انا بحكي عن العادي. هون ما فيش سبورت موشن، هون ما في سبورت موشن. فالفكرة انه شو كانت؟ اللي واحد على واحد ناقص ار تربيع. من الار مين بجيب؟ بجيب، ما هو معي اوميجا بار، بجيب اوميجا، من اوميجا معي الوزن، بجيب الام، ومنه بجيب الكي. هي فكرة هاي الفكرة. بس الفرع الثاني قال لي اذا في عندك دامبنج، حيث انه الدامبنج سي بتساوي كي على 170، يعني انه بصير معادلتين موجودين. بس الفكره انه ما معي زيتا، فبصير كيف الحل بيكون هون؟ بصير يفرض، بفرض زيتا بحل الترانسميسيبيليتي، بجيب الار، من الار بجيب اوميجا، ومعي انا اصلا اوميجا بار، بجيب الكي، من الكي بجيب الدامبنج. بس ليش اعمل هذا الاشي؟ هو بده اياك تحقق الشرط انه الدامبنج يكون كي على 170، فبنشوف هل راح يساوي كي على 170 ولا لا. فلما حل هو كان فارض الزيتا 10%، ولكن لما رجع حسب الدامبنج وحسب الكريتيكال طلعت مع الدامبنج 12%، طلعت اعلى من الفرض. عشان هيك شو لازم يعمل؟ لازم يرجع يعيد الحل. فهاي الفكره يعني ما اعطانا اياها الدكتور، بس هي تكون عندكم للعلم، انه احنا في حال ما كانش معطيني زيتا لمسائل زي هيك وهو بده دامبنج، بفرض زيتا وبحل، بعدين برجع بحسب زيتا مره ثانيه. اذا طلعت زيتا اعلى من اللي فرضتها، لازم اعيد الحل على زيتا اعلى، او على الزيتا اللي طلعت معي. اذا اقل اوكي. فأنا ما بدي أشرح هذا الشيء، أنا ما بدي نفصل فيه. خلينا نجي نحكي نحل هذا الإكزامبل. إكزامبل 3.8 بيقول لي a machine of weight W 3860 باوند. هون في عندي وزن، كان عندي وزن واحد وبيم واحد، فمعناته عندي بس كي واحدة. لو كان في زومبرك صار عندي كي سيريز. A piston that moves up the machine produce harmonic force with F node 7000. معطيني مين؟ الامبليتيود 7000، معطيني الاوميجا بار 60. يقول لي اتجاهل وزن البيم، طبعا لازم نتجاهله عشان ما يصيرش مش سنجل ديجري اوف فريدم. معطيني الزيتا، يقول لي احسب الامبليتيود اوف ذا موشن اوف ذا ماشين. قلت الامبليتيود للموشن اوف ذا ماشين، هو معطيني الاف نوت، يعني هو بده مين؟ اليو ستاتيك في الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. يلا السؤال سهل جدا، معي اوميجا بار ناقصني مين؟ اوميجا العادية. اوميجا شو بتساوي؟ جذر الكي في جي على الوزن. كم الوزن؟ 3860. مين ناقصني؟ كي. كيف بحسب كي؟ سمبل بيم اللود في المنتصف. فشو بده يكون عندي؟ 48 اي اي، هذا قانون 48 اي اي. هي حسبت الكي، حسبت الاوميجا، والزيتا معي، خلي الزيتا جنب بس، معي الار، اوميجا بار على اوميجا. كم اوميجا بار؟ 60. اعطيني اياها جاهزة. كم الاوميجا؟ حسبتها هون على 100، 60 على 100 بون 6. واليوستاتيك اف نوت اوكي، فبالتالي شو الامبليتيود؟ يوستاتيك في الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. هاي الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور معطيني الزيتا، ومن الزيتا شو عملت؟ ومعي الار طلعتها بون 6، طلعت معي اليو. الفرع الثاني طلب مني وجد لي الفورس ترانسميتد تو ذا بيم، اللي هو ايش؟ الفورس ترانسميتد اللي هي الاي تي، اللي هي مين؟ الاي تي اللي هو هذا القانون، اللي هو اف نوت في هاي القيمه. طيب هسا هون هو كيف حل؟ هون حل، طلع لي الترانسميسيبيليتي ورجع ضربها باف نوت. يعني طلع كيف؟ طلع لي الترانسميسيبيليتي وضربها بايش؟ باف نوت. ما هي اصلا فعليا الاي تي اللي هي الفورس ترانسميتد تو ذا فاونديشن
هي اف نوت في القيمة هاي، واللي هي نفس الفكرة. فهو الترانسيسبيليتي ضربها في اف نوت، انا لا، لو ان جتني بالامتحان بحل على مين؟ بحل على القانون هذا مباشرة. اف نوت معي 7000، اللي تحت هو الدايناميك موديفيكيشن فاكتور طلعته اصلا، او بطبق القانون خلص، معي زيت او معي ار، خلصت المسألة. فالثلاثة بده الفيز انجل، الفيز انجل اللي هي مين؟ فاي. هسه فاي قلنا شو هي بالعادة؟ فاي بتساوي الثيتا ناقص بيتا، هيك حكينا عنها قبل. هسه يا اما شو بعمل؟ شو بعمل؟ يا بطلع ثيتا او بيتا، يا بطبق القانون هذا مباشرة، فانت حر. ثيتا شو قلنا ثيتا؟ هيها 2 زيتا على ار على 1 ناقص ار تربيع، وبيتا حكينا 2 زيتا ار. يا بتطلع ثيتا وبيتا وتطرحهم من بعض، يا بطبق القانون هذا، الثنتين نفس الشيء بالنهاية، هو حالها عايش على معادلات رياضيات. فلو بس خلص طلعها كده صارت معاه 3.78 درجة. هسه هون هو حسبها بالدرجة، انت لو عندك تحسبها بتحسبها بالراديان بتحولها للدرجة، انت حر بالنهاية. هون كل شيء يونت لس، فانت اذا حطيت الآلة حاسبة بالدجري بيطلع لي هو بالدجري، اذا كانت بالراديان بالراديان. بس نرجع نكرر، اذا كان عندي الاشي ريسبونس ريسبونس كل شيء راديان. طيب خلينا نحل بروبلم. طبعا السمري للتشابتر، كار دائما بحب السمري بفيدنا كثير. كويشن اوف موشن هيها، فبيطلع معي زيتا هي الدامبنج ريشيو، الاوميجا حكينا عنها، حكينا بشكل عام هذا القانون في حالة الدامبنج. هذا الترانزيت سوليوشن وهذا الستيدي ستيت سوليوشن، واحنا بالعادة بهمنا الستيدي ستيت سوليوشن، كل حالنا على الستيدي ستيت سوليوشن. وثيتا هي الفيز انجل، حكينا عنها كثير. طيب طب متى بتكون حالة الفاي؟ الفاي بتكون في حالة الفاونديشن، هون تبعت الاف افكتيف في حالة السبورت موشن، بهمني مين؟ الترانسميسيبيليتي، وهي حكينا كثير عن الافكتيف فورس، هذا مش داخل. تمام، خلينا ناخذ بروبلم ونحكي بروبلم 3.4. بس انا ما بدي احل 3.4 اللي فيه ما في دامبنج. طب تقول كيف عرفت انه ما في دامبنج؟ اقرا السؤال، ما فيش دامبنج، مش معطيني نسبة، بدي احل الفرع 3.5 اللي هو فيه دامبنج. من اللي فيه دامبنج يلا بدنا نحل المسألة كاملة من الصفر. نقرا المسألة، determine the steady state amplitude. اول فرع طبعا راح ازيد افهم من عندي، بده ال steady state amplitude. steady state amplitude واللي هي اليو ستاتيك في الدايناميك موديفيكيشن فاكتور. طبعا ملاحظ بالمسألة ما في عندي سبورت موشن، هي معطيني اقتران تحت؟ لا، شو معطيني؟ معطيني اقتران واحد. يلا اليو ستاتيك اف نوت على كي، السؤال بسيط جدا، اف نوت كم؟ 5 كيبس، وشو الكي؟ بطلع الستيفنس هذول. فهي اليوستاتيك. طب وشو الدايناميك؟ معي انا الاوميجا بار 12، بضل علي اجيب مين؟ اوميجا العادية. الاوميجا العادية ايش هي؟ جذر الكي في جي على الوزن. كم الوزن؟ معطيني 2 كي لكل فيت. ونرجع نكرر ديستريبيوتد لود، فلما يكون ديستريبيوتد لود لازم اضرب في الطول، فبالتالي الوزن لحاله شو بيساوي؟ 2 ضرب 20 بيساوي 40. فبضل علي اجيب مين؟ الستيفنس. بجيب الستيفنس من السوليوشن مانيوال، فبالتالي هيك شو عملت؟ قدرت اجيب الاوميجا، فجبت اوميجا بار وجبت اوميجا فجبت ار. كم ار؟ اوميجا بار على اوميجا اللي هي 12. شوف اتذاكر الارقام لانه هذا الحل معنا بالمحاضره. المثال تطلع معي اوميجا العاديه 14 راد لكل سكند، فبالتالي اوميجا بار على اوميجا اللي هي ار تطلع معي 12 على 14. لاحظ انه ار مش كويسه، ليش؟ لانه بدي اعمل بيس ايزوليشن، ما راح تكون هاي، تطلع معي بوينت 8571. فهاي الار والزيت معطيني اياها 8%، فبالتالي بقدر احسب مين؟ الامبليتيود، الستيدي ستيت امبليتيود، واللي بتكون عند اليو ستاتيك اللي هي اف نوت على كي، اف نوت 5، والكي الكي كان 20.8. نرجع بروبلم 3.4، الكي 20900 يعني 20.9، 20.9 مضروب في مين؟ في الدايناميك موديفيكيشن فاكتور اللي هو 1 على جذر الواحد ناقص ار تربيع كل تربيع زائد 2 ار زيتا كل تربيع. بس خلينا نشوف الاثنين برا، الزائد اثنين برا ولا جوا؟ ايه الاثنين جوا. فبالتالي بتطلع معي الستيدي ستيت امبليتيود، طلعت من الستيدي ستيت امبليتيود. هاي بروبلم 3.5، هاي الزيتا، هاي اف نوت، هاي كي،
هاي الديناميك ماجنيفيكيشن فاكتور، خلينا ناخذ الديناميك ماجنيفيكيشن فاكتور على جنب. الديناميك ماجنيفيكيشن فاكتور طلع معي 3.132، فبالتالي شو عملت؟ هاي بطلعه هاي الواي الستيدي ستيت امبليتيود، الواي ستاتيك في الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور طلع معي 0.746. طيب الفرع الثاني، الفرع الثاني بده اوجد لترانس، طبعا الفرع اللي تحته هو الفرع الثاني، اوجد الفورس ترانسميتد تو ذا فاونديشن، اوجد الترانسميسبيليتي. طيب الفورس ترانسميتد انتو ذا فاونديشن نرجع نكرر هي الاي تي، كان قانونها اي تي واللي هو عبارة عن، مش موجود هون بالسمري، هي اللي هو اف نوت في هذا الرقم، هي اف نوت اللي هي بالمسألة هذه كانت عبارة عن 5 كيبس مضروبة في جذر 1 + 2 ار سي زيتا وضرب زيتا كمان دي بوينت او 8% على 1 ناقص تربيع الكل تربيع، بتكملهم بطلع مين ال AT اللي هي ال force transmitted to the foundation. بده ال transmissibility، شو بعمل؟ بقسم على F note، بقسم على F note. هيو انت بتلاحظه طلع ال force transmitted to the foundation طلعت مع، طبعا هو حطها بال، انا حطيتها بالكي، هو حطها بالباند عادي 15803، بعدين لما تقسم على اف نوت بيعطيني مين الترانسميسبيليتي، ولاحظ انه طلعت قيمه كثير عاليه. ليش؟ لانه الزيتا شوي كبيره، وثاني شغله الار قريبه من الواحد. تمام الفرع الثالث من المساله، او انا بتزيد لكم الفرع الثالث من عندي واللي هو، طبعا احنا حلينا هذا حلينا هذا، الفرع اللي بعده عباره عن ايش؟ انه نحسب الفورس بالكولوم، الفورس بالكولوم او اتوقع ما لدي، يعني الفورس بالكولوم كالعاده واللي هي عبارة عن الكي، أو بديش أقول الكي، فيكست فيكست الفيكست اللي هو الفورس تبعته 12 اي اي على ال تكعيب، هذا الشير فورس 12 اي اي على ال تكعيب مضروبة في مين؟ في يو، أيو اللي هي اليو اللي طلعتها بالفرع الأول هو الستيدي ستيت امبليتيود، هاي الشير، وإذا بدي المومنت بيكون نفسه بس إيش؟ ال تربيع، وبالتالي الستريس بيكون ام على اس، ام على اس. فهي الفكرة هنا، إذا كان عندي فيكست بيكون عندي فيكست تو فيكست، قلنا فيكست تو فيكست بتكون المومنت هون 6 وهنا 6، فبالتالي الرياكشن 12 بس. أما إذا كان عندي بين فيكست تكون هاي 3، فالفورس تكون 3. تمام يعني بحكي عن الستيفنس يعني. طب الفرع الاخير اللي بدي اضيفه من عندي بس ما راح احله كامل، واللي هو احسب الريسبونس. هسه انا الريسبونس بده من 0 ل 20 زمان الماتلاب، انا ما بدي زمان الماتلاب، تاخذ ريسبونس من زمن معين. اها ريسبونس عند زمن معين، كيف بدي احسب الريسبونس عند زمن معين؟ بنروح على القانون تبعنا، هاي قانون ريسبونس، طبعا توتال ريسبونس، بنروح على القانون الاصلي واللي هو ها هذا، هذا هذا كامل، هذا كامل. طيب نحسب حبة حبة، نحسب الثيتا، تعمل قوانين زي هيك نحسبهم حبة حبة. ثيتا ريتان انفرس 2 ار في زيتا على 1 ناقص ار تربيع، ركزوا انها بالراديان، بالراديان 2 ار زيتا على 1 ناقص ار تربيع، كم تطلع معي؟ كان انفرس 2 ضرب 8571 ضرب 8% على 1 ناقص 0.08571 تربيع، تطلع معي 0.476. طلعت مين؟ ثيتا. فهذا كامل الحد الستيدي ستيت سوليوشن طلعته، يطلع عندي مين؟ الترانزيت سوليوشن. اول شي بطلع مين؟ اوميجا تي بالحالات اللي زي هيك، واللي هي أوميجا العادية اللي هي 14 في جذر 1 ناقص زيتا تربيع،
زيت اللي هي 8%، بطلع الأوميجا دي. هسا مين بطلع علي؟ بدي أحسب الكونديشن A وبي. الكونديشن A وبي حسب الانيشال كونديشن. على فرض إنه ما أعطاني إياهم، شو بحكي؟ بقول إنه at t بتساوي 0 ال u 0، و at t بتساوي 0 ال u dot كمان 0. يلا صفر، هاي صفر تساوي هاي بتعطيني واحد، يعني نسينا منها. عند الصفر ساين الصفر صفر، وهاي كوسين الصفر واحد، بالتالي زيرو بتساوي a زائد مين؟ هاي صفر، فبصير عندي ايش؟ ماينس ثيتا هاي، والثيتا اللي طلعتها تحت واحد ناقص ار تربيع السوالف هاي، بطلع قيمة لا a. وبعدين بنفس بشتق الاقتران. هسه هون هي المشكلة، الاشتقاق اليو دوت بيكون عندي حاصل مشتقة اقترانين، حاصل مشتقة اقترانين. بدي اضرب هذا في هذا زائد هذا، او هذا في مشتقة اللي جوا زائد هذا في مشتقة اللي برا بعدين، وهذا بشتقه بالنسبة للزمن بس. يعني هون بتكون ما كله ثوابت، هذا وهذا ثوابت، بطلع تي لبرا، او اوميجا تي لبرا قصدي، بطلع اوميجا بار بس لبرا، وبتصير كوساين طبعا. وشو بعمل؟ بنفس الطريقة، ما طلعت ايه بالفرع الاول وبساوي بالطرف الثاني بالصفر بطلع بي. طبعا انا هذا الشغل بتحكوا فكروا تعقيد، لا تشتق الاقتران عادي الكل بيعرف يشتق، بس الفكرة كيف تصفي؟ انه بيعوض على آلة حاسبة، يعني فيش داعي حتى ترتب المعادلة على آلة حاسبة الحديثة، بتعوض كل شيء. بس طلع A و B، بوجد الريسبونس وين ما بدي، بوجد الريسبونس وين ما بدي. هيك بتكون هاي المسألة انتهت، وكثير حلوة صراحة المسألة، كثير حلوة. طيب خلينا نحل بروبلم 3.8. بروبلم 3.8 كونسيدر ذا واتر تاور ان ذا فيجر. هذا خزان مي subjected to the ground motion produced by the massing train in the vicinity of the tower. The ground washer is idealized as a harmonic acceleration of the foundation with an amplitude 0.1 g. اعطيني الامبليتيود للهارمونيك لودنج اللي هي اللي كان اسمها يو نوت 0.1 جي at a frequency 10 سايكل بير سكند، يعني معطيني الاف بار 10، فبالتالي الاوميجا بار شو بتساوي؟ ما هو بنعرف انها 2 باي في اف، احنا بنعرف انه الاف هي اوميجا 2 باي، ف 2 باي في 10 هاي طلعت الاوميجا بار. determine the motion of the tower relative to the motion of its foundation، يعني بده مين؟ بده اليو، بده الامبليتيود، بده الامبليتيود. فشو بعمل؟ معطيني الدامبنج، خلص خلصت المسألة. معطيني الوزن، معطيني الكي، شو بسوي من خلالها؟ بحسب الاوميجا. حسبت الار، لما احسب الاوميجا معي اوميجا ار، بحسب الار معي الامبليتيود 0.1 في جي. طب شو بفيدني هذا الاشي؟ ما احنا بنعرف ايوه في معطيني الامبليتيود مشان اقسم عليه، مشان اقسم عليه. ايوه نطلع الحل 3.8، هاي 3.8 F effective. احنا هنا هذا الاقتران ليش انا طلعته؟ اللي هو 10 اوميجا بار في هي 2 باي في 10، ال 10 مين؟ اللي هي ال F، اللي هي مين؟ ال F اللي هي اوميجا بار على 2 باي، بالتالي اوميجا بار كم بتساوي؟ 10 في 2 باي. هذا كفانكشن، هذا فانكشن. فال F effective قلنا هي سالب M في Y double dot، واللي هي قلنا 0.1 في جي، فبالتالي الاف افكتيف هي سالب 10 في ساين اوميجا بار في تي. حكيناها من قبل، حكيناها من قبل. فالاف نوت كم بتساوي؟ 10. ليش اف نوت بتساوي 10؟ بنرجع بنكرر، سالب ام في واي دبل دوت، ام اللي هي دبليو على جي، والواي دبل دوت اللي هي 0.1 في جي. جي مع جي بتروح، والوزن 100، فبالتالي كم الاف نوت او اليو نوت 0.1 في 100 واللي هي 10. هاي طلعت الاف نوت، بجيب الاف نوت على كي، طلعت الواي ستاتيك، ومن الواي ستاتيك بطلع مين؟ الواي دايناميك اللي هي بضرب دايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. زي ما قلت لكم معطيني الكي، ومعطيني طبعا هو حاطه 3000 بس بالكتاب حاطها 100. بكل بساطة هي تحويل وحدات.
اي مش تحمل وحدات، الكتاب غلطان، هاي 100، هي بالاصل ايش 3000 تكون. فيا المانيوال غلطان يا الكتاب غلطان، في واحد منهم، في واحد منهم انه نغير الاشي. هاي مش 100، هاي 3000. بس اهم فكرة بدي تعرفوها انه هون اف افكتيف يكون له سالب ام في واي دبل دوت، واللي هي بدها تكون ايش عندي. هاي حسبنا ونرجع للتعريف. هون هيها الاقتران عندي اف افكتيف في ساين اوميجا بار في تي، على اساس انه هارمونيك لودنج. اف الاف افكتيف شو قلنا عنها؟ سالب ام و ام في يو دبل دوت، واليو دبل دوت هو تسارع الفاونديشن. فعلا هي تسارع الفاونديشن اعطاني اياه الامبليتيود للفاونديشن 0.1 في جي، 0.1 في جي التسارع. بده الموشن اوف ذا تاور ريليتيف تو ذا موشن اوف فاونديشن. الحلو بالموضوع انه ما في عندي، مش احنا قلنا بالعاده كان بده ريليتيف تطلع اليو ريليتيف. سو الفكرة انه مش معطيني اي فورسينج فانكشن للخزان من فوق، فبالتالي الحركة اللي عليه هي حركة اليو اس، عشان هيك ما طبق قانون الريليتيف. يعني انت ممكن تسأل ليش ما طبق قانون الريليتيف؟ قانون الريليتيف ما راح احتاجه لانه ما عندي انا حركة فوق. عشان هيك 3.9 طالب للترانسميسيبيليتي. الترانسميسيبيليتي هي قانونها، معي زيتا، من وين جبت الزيتا؟ زيتا بالمسألة 10%، والار ما احنا قلنا هاي اوميجا بار، والاوميجا من الكي والوزن. بس فبحل هاي المسألة، في هاي المسألة كمان اللي هي 16. هاي كثير مهمة جدا، هاي اخر مسألة راح نحلها ان شاء الله على الاغلب. هي اخر مسألة، بيقول لي A structure is modeled as a syringe mass system with M في G 2520 اللي هي الوزن. هاي معطيني الكي، خلص اعطاني الوزن والكي ارتحت جدا. and سيمي 12 باوند لكل انش لكل باوند لكل انش لكل سكند اللي هو مين هذا؟ دامبنج كوفيشن is subjected to the harmonic excitation force. معطيني انه في فورس. كل اوجد لي الناتشرال فريكونسي دول اوميجا. ما تغلب ليش اوميجا شو بتساوي؟ جذر الكي على ام 89000 ضرب الجاذبية ضرب 12 للتحويل لإنش، لأنه كل شيء بالإنش عندي، على 2520. تطلع معي الأوميجا انجذر 89000 ضرب 32.2 ضرب 12 على 2520 هو الوزن. أعطتني الأوميجا 116.82. الفرق الأول بده الدامبنج ريشيو. طيب معي أوميجا، طب أنا بعمل الدامبنج ريشيو اللي هي زيتا سي على سي كريتيكال. سي كم؟ 112. سي كريتيكال 2 في جذر الكي في ام. او القانون الثاني كي كي على 2 اوميجا او 2 كي على اوميجا، بديهم بالقانون. فبتطلع معي الزيتا معي كي ومعي ام، بعوضهم 112 على 2 في جذر الكي، الكي اللي هي 89000، والام اللي هي دبليو على جي، دبليو اللي هي 2520 والجاذبية 32.12 في 12. تطلع معي الزيتا 0.0735. تنسوش انه هاي الام اللي هي دبليو على جي. بده الامبليتيود اوف ذا اكسايتيشن فورس وين ذا بيك اوف ذا امبليتيود ان ذا فايبريتنج ماس از 0.73. بده الامبليتيود اوف ذا اكسايتيشن اكسايتنج فورس اللي هي الاف نوت. احنا بنعرف انه اقتران اف نوت في ساين اوميجا بار في تي هو مين؟ الفورسينج فانكشن. طيب الاف نوت كنا هي الامبليتيود للاكسايتيشن فورس. طيب فبده اف نوت، كيف تحسب اف نوت؟ هو معطيني البيك امبليتيود للفايبريتنج ماس، يعني هو معطيني مين؟ اليو دايناميك. بنعرف ان اليو دايناميك هي يو ستاتيك في الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. اليو ستاتيك اف نوت على كي، اليو دايناميك معطيني اياها 0.37، والدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور اللي هو 1 على جذر 1 ناقص ار تربيع كل تربيع زائد 2 ار زيتا بالكل تربيع. طب تقول لي زيتا ما انا حسبتها بالفرع اللي قبل، والار اوميجا بار على اوميجا، اوميجا بار على اوميجا، اوميجا بار اعطاني اياها فما اعطاني اياها،
دقيقة بس أتأكد. اف نوت على كي، ثواني كأنه في ايرور او في شي ناقص، وانا اشوف الحل بس أتأكد. بس نسيت شغلة راحت عن بالي، 3.16 اعطاني الفريكونسي اللي هي هاي الزيتا، واي ستاتيك على 2 زيتا، تمبليت تفزيعهم with the peak of the biofab. هم يعطيني الواي هاي البوينت 73، يعطيني هاي بوينت 73، بوينت 37، والواي ستاتيك اف نوت على كي، بس هاي 2 زيتا في جذر الواحد ناقص زيتا تربيعي. من وين اجت هاي؟ هاي او مش عارف، اول مرة بشوفها صراحة، اول مرة بشوفها، هاي اول مرة بشوف القانون from solution 3.15 من 3.15 تيرمان دفع. ايوه في شغلة انا باقي مش منتبه لها، شكلي قبل ما اصور الفيديو. Determine the frequency at which the peak amplitude of the damped oscillator will occur. زي المطلوب هذاك. Also determine the peak amplitude of the and corresponding phase angle. طيب خلوا هاي، خلوا شوي هذا الفرع جنب، خلينا نحل الفرع اللي بعده. بده the amplitude of the exciting force when the amplitude is measured at is at at the frequency assume the resonant frequency. resonant frequency بتتذكروا القانون اللي قلته انه اليو بتساوي اليو ستاتيك اثنين في زيتا، او كان هو نفسه اف نوت على سي في دبليو سي اوميجا بار. حكينا عنه كثير هذا القانون، حكينا لو ترجع بواحد الفيديوهات رح تلاقيني حكيته. ات ريزونانت كست لك عليه، ات ريزونانس انه لما ار بتساوي واحد، فبالتالي انا معي هاي بوينت 37 اللي هو اعطاني اياها قبل الفرع اللي قبل. الاف نوت انا طلعتها اصلا اللي هو الفرع اللي كان، لا هو بده الاف نوت اصلا، بده الامبليتيود اللي كسرتين، بده الاف نوت مجهول، والسي معي 112، والاوميجا بار بكون حسبتها، هي اوميجا ولا اوميجا بار؟ اوميجا بار اتوقع. طيب تمام، خلينا هون شو اخذت، واي على واي ستاتيك بتساوي واحد على هاي اثنين زيتا واي في كي، 100% نفس الفكرة. ثم نحتاج شوي، ليش اطبق غلط؟ ما هو بطبق اف نوت على كي، خلص بطبق هذا القانون، هذا القانون ما بهمني. يو ستاتيك على اثنين في زيتا، يو ستاتيك اف نوت على كي واثنين في زيتا، زيتا طلعتها والكي معي، بجيب الاف نوت، يعني هذا القانون ما له داعي، مع انه بقدر اطبقه ترى، بقدر اطبقه، اصبر شو كنت طبقت عليه انا. طيب بس نيجي للفرع الثالث، قال لي اللي هو هذا، اللي هو هذا القانون من وين اجى؟ خلينا بس نشوف الاشتقاق مع بعض، نشوف شو هذا. هيدا قانون الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور هو واي على واي ستاتيك، بيقول لي ذا بيك اوكير لما مشتقة الدي بالنسبة لار بتساوي صفر، اوكي من القيم قصوى. اشتق الاقتران اللي هو مشتقة البسط في مشتقة اللي هو مشتقة المقام في مشتقة البسط على اثنين في وهذا القانون اللي كان بالرياضيات، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع، أو إنه خلاص بتاخذوا إيش؟ إنه هذا الفانكشن هو عبارة عن واحد ناقص آر تربيع الكل تربيع زائد اثنين زيتا آر الكل تربيع كل أس سالب نص. ليش سالب نص؟ لأنه هو قوة نص وفي المقام. وبشتق لما اشتق بصير سالب 3 على 2، وبشتق كله بالنسبة ل r، يعني هاي 2 r و2 والأسس، طلع هذا الاقتران. بعدين لما حل المسألة، لما حل الأسئلة البيك فريكونسي طلعت معاه هذا الاقتران، هاي طلع معاه انه الامبليتيود طلع معاه هذا قد ايه، والفيس انجل طلعت معاه هالقد ايه. يعني هي أول مرة بشوفها صراحة، هاي ال r عند البيك بكون قانونها هالقد ايه، واللي هي W بيك على W تربيع. تمام وصل لهذا الحالة، وهاي الحالة هي اللي طبقها السؤال هذا. When the peak amplitude peak amplitude يعني عندي البيك، قديش البيك امبليتيود؟ قال لي هذا القانون. الفرع اللي بعده عند الريزونانس طبقت قانون الريزونانس. تمام كنا هيك انتهت الشابتر ان شاء الله، يعني بجوز هون كان الاشي شوي جديد علينا، بس ان شاء الله تكونوا فاهمين الافكار. هذا المثال اتوقع فيه خطا، هو سهل كثير يعني، معطيني 400 ار بي ام، حكينا عنها هي اوميجا بار حولها لهاي، فهي الاوميجا بار هي هاي، و
والثمانية اللي هي الاف نود. وهذا ما في دامبينج، بده الناتشرال فريكونسي سهل، هذا حكينا عنه بشابتر 1 القانون تبعه اللي هو بي اي تربيع في بي تربيع على ال تربيع. الامبليتود اوف فايبريشن بده اللي هو اليو عادي اللي هو يو ستاتيك، اف نوت على كي، هاي اف نوت وهاي كي مضروب في مين؟ في الدايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور. اي دايناميك ماجنيفيكيشن فاكتور ايش هو؟ اللي هو 1/1 ناقص ار تربيع، وهذا اندامد. الفرق اللي بعده بده النورمال ستريس اللي هي ام سي على اي، بس فيها هي اتوقع في خطأ. ليش؟ لانه الاس معطيني اياها 597 في 10 قوة 6، هذا رقم كثير كبير وخطأ اصلا طلعوا على الاي انتو. وثاني شغلة انه الستريس انا لما حليته مو الستريس، شو ام على اس، كم الاس؟ خطأ هيك دبليو في اي في بي على ام، ايه اللي هي 1.5 والبي اللي 4.5 ولا اللي هي 6، ما هيك ما طلع معي الستريس، ما بعرف شو الصراحة شو الخلل. بس وإن شاء الله يكون انتهى الشابتر، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية راح تكون شابتر 4 و19 و21. يعطيكم ألف عافية.